اختي معك ممثل المجتمع المدني ومن الساكنه ديال الحي. اختي احنا ماشي مشعده من الشتاء ولا التساقطات، مشعده من واد الحار. من واد الحار اختي ديما هادشي اللي لمده 28 سنه وحنا مضرورين بهذا المشكل هذا، والمجالس المتعاقبه على المدينه دائما الوعود الكاذبه، ما بغاوش يديروا لنا حل. احنا فاش كان مجهز اختي ما كانش واد الحار اختي، حنا سكننا في 90، المشكل بدا حتى 95 96 بدا المشكل وبدا كيتفاقم. توسع السكاني دابا يعني داك الشيء بعدوا علينا اختي. واختي كما قلت لك الناس ضرنا ماديا وصحيا ونفسيا. انا ولدي دابا عنده 5 سنوات دابا كيستعمل جوج دروابس من حساسيه هذا المرض هذا، وفاش كانت التساقط اختي وفض علينا شي هادشي هذا الاسبوع اللي فات، انا ولدي سيمانه ما مشاش للمدرسه، سيمانه ما مشاش للمدرسه، ترونسبور قال لك ما قدرتش ندخل انا في هذا الفايق، قال شي طالع بزاف، منين غندوزو باش نهزو ولدكم؟ انا سيمانه هو مغيب، هادشي ديال الواد الحار اختي انت راه كلشي بعيد، شتي الفضات وشتي الباقيا والمخلفات اللي خلات، وواحد السيد هو مسكين عنده بنته من دوله الاحتياجات الخاصه حتى هي، حتى هي الترونسبور ما كيجيش يداه، كيجي با مسكين كيضطر انه يهزها فوق كتافه مسكين ويضرب واحد المسافه غا باش يوصلها للترونسبور باش يهزها. هضرنا اختي درنا مراسلات من 98 درنا مراسلات، ها الاب ديالي صور لك المراسلات اختي، درنا مراسلات اختي ولا من مجيب اختي، الله يخطفهم الحق والله يهديهم. اش نقول لك اختي، حنا اختي بغينا حلول جذريه، ما بغيناش حنا حلول ترقيعيه. جيب لنا واحد لوني بجيب لك واحد الموتور صغير، حنا دايرين في البير ديالنا موتور صغير اختي، لا علاقه، ما كيجر والو، ما كيدفع والو الواد. وانت كتشوف اختي ديما قلنا حنا غنديروا دراسه، دراسه لمده 28 سنه من 98 اختي، انت شوف من 98 اختي حنا كنديروا دراسه، او ما كاينش تقنيين، ما كاينش مهندس، ما عندناش حنا ناس اكفاء اللي تبارك الله يديروا لنا حلول هاد المشكل هذا. يلا كمل 4 شهور راضي دابا كيدير تقطيره لعينيه وبوماده، يعني بوغ ان بيبي دو 4 موا مدا بالتقطيره من دابا. حنا كما قلتي راك انت شميتي الريحه ياك قلتيها، حنا دابا ولفناها هاد الريحه، ولكن الناس دابا اكثريه تيدخلوا تيقول لك لا راه هادي الشتا، حنا هادي ماشي الشتا، هذا واد الحار، وحنا عندنا كارثه بيئيه كبيره اللي هي لي باسان حدا ديورنا بينه وبينهم 200 متر، اللي ما كاينش شي مدينه في المغرب غتلقى باسان ديال واد الحار حدا السكان، كاينين شي سكان في واحد العمارات راه كيطلعوا عليه بينه وبينهم 6 متر، الله غالب. حنا دابا المشكل اللي عندنا هو ان حتى شي حد ما كيتدخل، لونيب ما كتدخلش، كتجي كدير واحد الموتور صغير واحد لابومب اللي هي ما خداماش اصلا، وهاد الزي اش داروا ليها؟ هي اصلا مكرفصه وكيزيدوا عليها في الربط، ومنين كتصل بالمسؤولين تيقول لك وحنا كنديروا دراسات. ودابا هاد الدراسات ما هي عام، ما هي عامين 28 عام، هادشي اللي انا ما عرفتش غادي تصوف هاد الدراسه هادي. فوالا اختي راك دخلتي البرشيد، شتي الدخلات قداش وشتي لي غون بوان وشتي المشاريع قداش ديال الماكياج وداك الشيء، هذاك الشيء حنا نورمالمون كنبداو بالبنيه التحتيه الاولى الضروريات، كنشوفوا شي حاجه اللي كارثه بيئيه، يعني تخيل تحشم تعيط لشي واحد يجي عندك لدارك، لا والو لا والو والو. شوفوا هاد الشيء راه كيخرج واد الحار حتى في الصيف، راه ماشي غير الشتاء، راه حتى الصيف دراسات كنديروا كنشامعوا دراسات. عطيني ملي كتقول لي مثلا شي حد مسؤول، عطيني نشوف الدراسه فين وصلت، لا راه كنديروا دراسات. وتما لوني تخلاش علينا، حنا رساله للناس الاعلى سلطه، حيت هاد الناس هنا اللي كتمشي تقول لك الله غالب الجهه الفلوس 7 مليار سيد الناس، واش كتقول 70 مليار؟ عرفتي 70 مليار راه حنا انا منين تخيلت قلت واقيلا غيهزنا اون بورتي الانكارا وغيحطنا تما ب 70 مليار بلا ما يبقاو حنا ندورو في برشيد. دابا منين السيد المسؤول تيقول لك لا حكا انا كندرس، دابا داز 28 عام ومنين قال لك هو كيدرس يعني 28 عام اخرى، ما نعاودش لك علاش نيولا، شنيولا حنا هنايا بحال في غابات الامازون في الصيف الهجوم، علاش عندنا باصانات تماك باصانات ديال واد الحار داري توحل. المهم باش ما نزيدش نطول كنقول الناس هاد التدخل راه خاصو يكون تدخل سريع، راه ماشي ديال دراسات، وخاصو يتحط اولويه في برشيد. حتى اللي كتهضر معاه تيقول لك هذه نقطه سوداء، ونقطه سوداء كتقولها ليا واجي تدخل فيها. هاد الزيئة أنا كنت من المقاولين اللي صوبوا لي الكهرباء، الكهرباء الحمد لله باقي مزيان الحمد لله. هادي تجهزت في 1984 أنا كنت حاضر مع صاحب هاد الزيئة هادي حتى اتفق مع مولد الزيئة الأخرى باش يربط عنده، وهادي هادي هادي كيسيون غير ديال مادة، يعني في عود الآخر ما يمشي يربط في جهة أخرى، ربط هنا مسألة مادية. كان حملوا المسؤولية الأول البلدية هو الأول، حيت مجالس دازو كثار، ما غاديش نلوم هذا المجلس. المجالس من أيام سميتو من أيام طربوز بالضبط، من أيام طربوز بالضبط. الحل باش يحيد علينا الكارثة إما هي الزئارة ما مصوباش مزيان،
هي فيها قادوز غير ديال الجلسة، عرفتي شنو قادوز ديال الجلسة، وفيه 20 سنتيمتر دو ديامتر، وتكب فيه البني برشيد كامل، يعني هذه المنطقه كلها الغربيه راه كلها كتكب يعني هنا. واحد النهار درتها في وسائل الاعلام وعيط عليا المندوب الجهوي انا والحاج ديال السطات ديال المكتب الوطني للماء صالح الشرب، عيط ليا تيوريني المشروع ديالو اللي هو خسر عليه واحد 200 مليون ديال الدرهم، 20 مليار ولا 30 مليار. كنقول له راه ماشي هذا هو المشكل، رانا عارف المشروع ديالكم بانكم خسرتوا عليه 20 مليار ديال 20 مليار وديتوه للخياطه ودرتوه لا ستاسيون ديبيراسيون، ولكن انا المشكل ديالي انا ماشي مشكلتك انتيا، مشكلتك انت فكيتيها، ولكن مشكلتي انا ابطر بها، ديرها بوان نوار وابطر بها. وانا قلت لهم اودي على الاقل هما اللي جاوا هنا عندي كاملين، قال لك اودي دير راسك انت الاداره وانا وحنا مواطنين. اشنو الحل؟ قلت لي سهل اخويا، انك تفكني من الجزئات اللي رابطين مع هاد الجزئه هادي وانتهى الامر، سهل وبدون استثمار. هادوك الناس ربطهم مع الواد الكبير، وهاد السيد تا هو شوف هاد اللوتيسمه ديال الهدى تايا حيدها عليا، فهمتي؟ وانتهى الكلام، كلشي كيكب عندنا، ورغم ان قادوز ديال 20 سنتيمتر دو ديامتر وماشي هو القادوز المشروط حاليا. دابا ولا الشروط اللي هي كاين شرط قادوز ديال الصياو ديال السيما فيبري الحديد فيبري، واحد ديال الشتاء وواحد ديال الواد الحار. هاد الناس الا بغاو يتهلاو فينا يحيدوا علينا التجزئات كاملين اللي رابطين لهنا، وانا وريتهم لهم. دابا هاد المجلس غادي يقول لي، هاد المجلس غادي يقول لي راه المجالس اللي كانت قبل، ولكن هو هاد المجلس الجديد ها هو ربط عندي دابا دابا حاليا حتى هو يلا عاد هذا التسليم. دابا ها هو ربط، ها هو ربط في جزئه جديده. ما كايناش عندنا هذه القضيه نهار نهار، وحنا مكرفسين الصراحه يعني فاش كيكون هذا المشكل، لان تانا كيوصل المال لواحد الحد في الدرب، يعني باش تدوز لدارك ما كاينش مدوز، كنبقاو ندوزو غير مع الجناب جناب جناب جناب، ما كاينش ما كاين لا حلانت الشراجم، ما كاين يعني الريحه. ومن فوق هذا الشيء اش غادي نقول لك، كنصدقوا حنا كنقيو حدا بيبان ديورنا باش ما يدخلوش ولادنا الوساخ، صباب كل شيء يتحط على برا. واش غادي نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا 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 والو والو، والله ما كاينش من يدوز هذا الضيف، مني غيدوز حنا مادام حنا كندوزو من الجنب وحاضرين جنابنا، كي غدوز الضيف حتى لا دخل اش غادي يشم، فهمتي؟ يعني اش غادي نقول لك، كنتمنى والله يجعل سيدي ربي يصلحوا لنا هذا الشيء، والله يهدينا ويهديهم ويهدي الجميع. دايره الخناشي لان لا كاف عامر، يلا خويتهم الحوايج، ها هو الدري هذا هو اللي جا وهو اللي حشاكم كرط معايا، هو اللي دار معايا كل شيء. حنا فين ما كان يشكي اي واحد حتى واحد ما كيسمع ليه، ما كيسمعوش لينا. اولا كنا حنا دايرين شارين بومبو، حنا كنتفاردوا الجيران كنتفاردوا في بومبا باش كان داك الموتور، لا كنخويو هذاك الشيء، كان الموتور كنتفاردوا في ليسانس باش كنشريوه، ما كناش كنهضروا. ولكن دابا ضرينا بزاف كثر وسيختهم لو لو تيقولوا لينا بما انكم علاش تشريو في حفره، حنا راه ما شريناش في حفره، حنا اول في الاول من اللي حنا شرينا راه اول فيلات كانوا هما هادو، وكاين الناس اللي شراو قبل مني انا قبل من 2004، يعني اول فيلات كانوا في برشيد هما هادو فين غنشريو، وبغينا حنا نشريو يعني بغينا حنا تكونوا شويه راقي، وبغينا حنايا نشريو فيلا، حنا جينا شرينا فين غنمشيو الدراري، حنا مرض لينا ولا ازماتيك فين غنمشيو دابا نبيعو، دابا حتى بغينا نبيعو ما غاتجيبش الثمن. دابا المشكل